ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. ضيف الميكرو هو فنان ممثل مسرحي صديق مكوار. مرحبا بك على أنفاس بريس. مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة. احنا اليوم ما غنهضروش على الفن، غنهضروا على الرياضة. قلبه رياضة. ولا حديث يعلو على ولا صوت يعلو على صوت كرة القدم الآن في العالم كله. كيفاش المنتخب في الدور الأول؟ ممكن شي نختلفوا شيء مشرف داكشي اللي داروا المنتخب المغربي، وانا كالباقي فرحان بزاف بهاد النتائج اللي داروا. بكل صدق انا الصراحه والله ما كانت، انا بالنسبه لي كمتتبع ومهتم بالكره ما كانتش مفاجاه. راه المفاجاه هو ان المنتخب اللي عندنا بهاد المكونات ديالو بهاد اللاعبين المحترفين اللي كيلعبوا في اكبر الانديه في العالم، المفاجاه هي انه ما يديرش نتائج ايجابيه. بالعكس انا كنظن ان هذا هو الوضع الطبيعي ديال المنتخب المغربي، انه دائما في المقدمه وان شاء الله يكون دائما في المقدمه. وكيفاش خاصهم يتعاملوا يعني مع المقابله ديال اسبانيا؟ ما كيفاش غيتعاملوا؟ مثلا نقولها لهم كاين الحمد لله عندنا ستاف محترم بقياده الوالد الركراكي، ناس الجامعه بقياده سرق جعل، هذه بمناسبه كنوجه ليه التحيه، انه ناس كيشتغلوا بمهنيه، ناس كيعرفوا واش كيديروا. هذا هو اللي خصنا في المغرب، ماشي غير بالمناسبه، ماشي غير كره القدم. انا ما كرهتش القجع يجيبوا لنا الثقافه، والله ما كرهتش يجيبوا لي وزير الثقافه او الوزير الثقافه، ويستحق اكثر وزير ثقافه انه يولي حتى رئيس الحكومه. داك السيد اثبت انه كيعرف يخدم، انسان ذكي، والنتائج ديالو كتحدث عليه في تدبيره الجامعه ديال كره القدم، نجاحات غير مسبوقه، نجاحات بارقام قياسيه. ممكن الا خصنا ننوهو ونقولوا الانسان اللي نجح في المغرب خصنا نقولوا له راك نجحتي، وخصنا نقدروه ونزيدوا نعطيوه مهام اخرى. هادشي اللي خصنا نقولوا. كيرجعوا للسؤال ديالك على كيفيه التعامل، كنظن ان الناس كيعرفوا، حنا مطمئنين انهم وصلوا لواحد المرحله ديال التمول، مرحله ديال 50% 50% على الورق راهم متكافئين. واكثر من ذلك انا كنظن بانه الى لو وفقنا سيدي ربي ان شاء الله نتجاوزوا هاد العقبه ديال اسبانيا بكل تواضع، اما بكل واقعيه وبكل موضوعيه. خليتها بكل تواضع. زوينه عندك هذه الله يرضيك. وشكون يعني اللاعب اللي يعني اللي خطف الانظار ديال السي صديق مكوار في المنتخب الوطني؟ شوف هما كلهم كانوا مزيانين، ولكن شي لعاب. انا دائما قبل حساب المرحله ديال الازمه كنت دائما من الاصوات اللي كتنادي بعوده زياش. انا فان ديال داك اللاعب، حتى في المسيره ديالو، حتى في التمغربيه ديالو اللي اثبت عليها في نجوميته. قائد فريق، وراك شفتو مرحله دوزنا عصيبه الله يرجع ديك الايام مع وحيدوفيتش سميتو، الله ياخذ فيه الحق. حرمنا منه ضيعنا كاس افريقيا، ضيعنا معاه بزاف الوقت. كان ماشي دابا وقت ديال الندم، بالعكس دابا نتفائلوا ونشوفوا القدام. عندنا فريق قوي، عندنا مدرب جد 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 محترم، عندنا نجوم كبار كما قلت لك، اللاعب اللي انا المفضل عندي وعند المغاربه، وكلهم كنحبهم، كلهم واعرين. كيبقى القائد والساحر حكيم زياش. توقعات المباراه ديال اسبانيا والمغرب، النتيجه؟ النتيجه ان شاء الله بالمنطق، لا كتب الله. والكره راه فيها دائما هاد الاحتمالات، وحده من دابا هذا ماشي وحده من ثلاثه، وحده من جوج، اما منتصر او خارج. كنتمنى ان شاء الله مربوحه المنتخب المغربي. وحنا اللي زوين كيعجبني فيهم هو مساله التركيز. الوالد الركراكي عنده هذه المساله، انه لاعب هذا الماتش، حنا لاعبين الويتيام فينال، هو اللي لاعبين عليه، ولا ينبغي الحديث على ما بعد تلك المقابله. حنا غنتحدثوا الان وان شاء الله الثلاث في العشيه مع السته، ولا البرونغاسيون غتكون سته ونص ان شاء الله، ولا كاع داروا بيلانتيات غتكون شي سبعه ان شاء الله، نخرجوا ونفرحوا يا رب. وفي جميع الاحوال حنا كنقدروا هذا الفريق ديالنا، ونكونوا مستعدين في نهايه المطاف لاي نتيجه، لان في نهايه المطاف راه مقابله كره القدم. المهم شرفونا ان شاء الله الحمد لله. بالعكس حطونا في مصاف دول المتقدمه في كره القدم، هادشي كيفرح. نتمناو ان شاء الله يشرفونا وليداتنا كما العاده في مجالات اخرى ان شاء الله من غير كره القدم.